بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مع بعض النهارده ليكتشر 11. ليكتشر 11 هيبقى فيه موضوعين مهمين جدا، وهما ليميتس ات انفينيتي والفيرتيكال اند هوريزونتال اسيمتوبس. ليميتس ات انفينيتي هي النهايه عند اللانهايه، والفيرتيكال اند هوريزونتال اسيمتوبس هنعرفها كمان شويه. نبدا اول حاجه عندنا هي ليميتس ات انفينيتي. ايه ليميتس ات انفينيتي؟ احنا في المرات اللي فاتت كلها لما كنا بنيجي نجيب الليميت في الليكتشرز اللي فاتت، كنا بنجيب الليميت لما اكس ابروتشز تو رقم 0 بقى 1 2 3. نفتكر مع بعض كده، كنا لما بقول ان انا عايز اعرف ان الداله ليها نهايه، الفانكشن دي ليها نهايه عند رقم معين، كنا بنجيب النهايه اليساريه والنهايه اليمينيه، لو يساووا بعض يبقى ليها نهايه، طب لو ما يساووش بعض يبقى خلاص الداله ليست لها نهايه عند الرقم ده. جميل. طيب وبعدين دلوقتي بقى لما النهايه تبقى عند اللانهايه، انا عايز اعرف ان الفانكشن دي ليها ليميت عند اللانهايه او لا. طبعا لا نهايه او ماينس ما لا نهايه. طيب قال لي في جنرال رولز، قاعدتين اساسيتين دول لازم ابقى عارفهم دايما، هم دول اللي انا هحل بيهم. ودي اول واحده، دي هي الاكثر استخداما عندنا، الثانيه ما بيجيش كتير. طيب ايه الاولانيه؟ بيقول لي ان راشونال فانكشنز في الدوال الكسريه الداله على صوره بسط ومقام divide by x with the highest power، هقسم على x اللي ليها اكبر power، اللي ليها اكبر اس. يعني لو انا عندي x تربيع اللي x squared يعني، و x power 3 و x power 7، هقسم على اكبر واحده فيهم اللي هي x power 7، وهنعرف ليه دلوقتي. طيب في ال exponential function، exponential function اللي هي على الصوره a اس x، اللي هي 2 اس x 3 اس x، يعني ممكن نكتب اللي هي على a اس x اللي هي على صوره 2 power x or 4 power x وهكذا and so on. طيب دي بنعمل ايه؟ دي divide by the largest base، بقسم على اكبر base، اكبر base اللي هي لو c 2 و 4 و 2 اس x و 4 اس x و 7 اس، بقسم على اكبر base، البيز اللي هي ال 4 وال 2 والرقم اللي تحت ده اسمه الاس. طيب هنفهم طبعا كل ده في ال examples اللي هناخدها، بس الاول تعالى نفتكر شويه حاجات مع بعض. اول حاجه ال على 0، ال ده رقم بينتمي لR. لو أي رقم على صفر بما لا نهاية، أي رقم على صفر بما لا نهاية، أي رقم على صفر بما لا نهاية، وده برضو قلناه يعني إيه؟ لو أنا عايز أوزع 5 دينار مثلا على صفر، إيه ده؟ يعني إيه هوزع 5 دينار على صفر؟ هوزع على مين؟ أنا مفيش حاجة خالص أصلا، فيطلع رقم ما لا نهاية. أوعى حد يقول لي 5 على صفر بصفر، لأ، هي 5 على صفر بما لا نهاية. طيب اي رقم على صفر بما لا نهايه. طب ما لا نهايه على رقم، ما لا نهايه على رقم هو ما لا نهايه، يعني لو جيت قلت لك هوزع فلوس كتير جدا 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 على 2، يا رب يكون انا واحد منهم يعني. طيب لو جيت قلت لك هوزع الفلوس دي كلها على 2 بس، طيب معنى كده ايه؟ ان انا ان الاثنين دول كل واحد ياخد منهم اصلا رقم كبير جدا، فمعناها ان ما لا نهايه على رقم دايما بما لا نهايه. طيب في عندنا بقى لو عندي ايه على بي، ايه تقسيم بي all power انفينيتي، الكسر ده كله مرفوع لانفينيتي. قال لي عندك حالتين، اول حاله انها تطلع بانفينيتي امتى؟ لو ايه اكبر من بي، يعني لو البسط اكبر من المقام يبقى الناتج هيطلع انفينيتي. طيب زي 7 على 5 اول باور انفينيتي ايكوال انفينيتي. طب لو ايه اوفر بي اول تو ذا باور انفينيتي ايكوال 0 امتى؟ لما ايه اقل من بي، يعني لما يبقى البسط اقل من المقام، لو مرفوع كله الى باور انفينيتي يساوي صفر. اكزامبل نفس الاكزامبل اللي فوق، بص كاننا 7 على 5 باور انفينيتي اداني انفينيتي. طب لو 5 على 7 البسط بقى اقل من اللي تحت، باور انفينيتي ايكوال 0. طيب اي باور انفينيتي ايكوال انفينيتي، اي اس ما لا نهايه بما لا نهايه، ولكن اي اس ناقص ما لا نهايه بصفر. طب ليه برضو لو حد عايز يفهم؟ لان اي اس ناقص ما لا نهايه هتساوي 1 على اي اس ما لا نهايه. قلت بغير مكان اي حاجه عندي، لو هي في المقام انزلها بسط، لو هي في البسط قصدي انزلها مقام، او هي في المقام تطلع بسط، ولكن بتغيير اشاره الاس. طب دي اي اس سالب ما لا نهايه، هنزلها بالمقام هنزل هغير اشاره الاس، اشاره الاس الاس فوق كان سالب، لما نزل في المقام بقى موجب. طيب واحد على اي اس ما لا نهايه، بس انا اصلا عندي من الخطوه اللي فاتت اللي انا كنت بقول لك يعني اي اس ما لا نهايه بي ما لا نهايه، يبقى شيل اي اس ما لا نهايه وحط ما لا نهايه. واحد على ما لا نهايه اللي هو اي رقم على اي رقم على ما لا نهايه ايكوال 0. طيب احنا ممكن برضو نزودها هنا كده، ولتكن دي 7 ال على ما لا نهايه
equal 0. ودي قاعدة مهمة جدا، ان اي رقم على ما لا نهاية هيساوي صفر. طيب نبدأ بقى مع بعض ناخد الامثلة ونشوف بقى نشتغل الكلام ده ازاي. طيب الاول بيقول لي هات هنا ليميت لما x approaches to infinity 3x plus 4 over x minus 4. ها يلا نعمل ايه؟ ايوه حد قال لي لازم اول حاجة اعوض، قبل ما اشتغل اعوض عشان اشوف القيمة اللي هتجيلي accepted value ولا قيمة لازم اشوف حل من الحلول. طيب هنا 3x هشيل كل x وحط infinity، 3 ضرب infinity زائد 4 على infinity ناقص 4 هتصير infinity على infinity اللي هي undefined. اه عملت لي مشكلة، مش مشكلة ولا حاجة، احنا لسه كنا متفقين من الحاجة اللي فاتت دي rational function. هو قال لي القاعدة تقول ان rational function divided by x with the highest power، اقسم على اقسم كله طبعا على x by the highest power. طب يلا نشوف فين x هنا with the highest power، هنا في x اس 1 وهنا x اس 1 خلاص مفيش اكتر من كده. طيب يبقى هقوله هنا divide قسم by x لانها اكبر باور. يلا نقسم بليمت لما x approaches to infinity 3x over x plus 4 over x على x over x minus 4 over x. انا بقسم كل حد من الحدود دي على ال x. طب يلا هنا في x وتحت x يروحون، هنا في x وتحت x يروحون. يلا نعوض، هنا فضلت التلاتة زائد 4 على x وهنا 1 ناقص 4 على x. هنا بقى نشيل كل x ونحط مكانها infinity نفس اللي فات 4 over infinity 1 minus 4 over infinity. طيب دي هتديني 3 plus 4 over infinity اي رقم على infinity هي اخر حاجة احنا كتبناها الا على infinity equal 0، يبقى اي رقم تقسيم infinity هيصير 0. يبقى دي صارت 3 plus 0 وهنا 1 minus برضو رقم على infinity equal 0 صار الناتج في النهاية 3، وهي دي النهاية اللي هو عايزها. تاني عملنا ايه؟ الاول عوضنا عشان نتأكد ان هي هتطلع ما لا نهاية على ما لا نهاية او صفر على صفر، المهم ان هي كمية غير معرفة. بعد ما عوضنا 3 ضرب ما لا نهاية هي ما لا نهاية، ما لا نهاية زائد اي رقم برضو ايكوال ما لا نهاية، وما لا نهاية ناقص اي رقم برضو ايكوال ما لا نهاية، طلع لي ما لا نهاية من undefined value. طيب قلت limit لما x approaches to infinity، قلت لما عندي rational function بقسم على x with the highest power. طيب فين x with the highest power؟ هي x اس 1، قسمت كله على x اس 1 يعني x يعني، وبعد كده اختصرت صار في النهاية 3 plus 4 over x over 1 minus 4 over x. عوضت عن x بما لا نهاية طلع لي اي رقم على ما لا نهاية equal 0، فبالتالي 3 plus 0 على 1 minus 0 equal 3. ناخد اكزامبل كمان، هنا بيقول لي ليميت لما x approaches to ما لا نهاية x squared times 1 minus x over 3 plus 4 x squared plus 2 x cubed وهكذا. الاول اعوض فوق هتبقى ما لا نهاية squared infinity squared plus 1 minus ما لا نهاية over 3 plus 4 times infinity squared plus 2 times infinity cubed. فطبعا هنا infinity squared هتضرب في اي حاجة هتصير infinity over، هنا في infinity squared و infinity cubed تصير في النهاية infinity over infinity اللي هي undefined. طب هعمل ايه؟ دي rational، هقسم على x with the highest base. فين x with the highest base؟ طب في البسط في x squared، لا ده في x squared مضروبة في cos. طب يبقى الاول تعال نخلص الكوس، x تربيع في واحد تصير x squared برضو minus x cubed over 3 plus 4 x squared plus 2 x cubed. يلا فين اكبر باور؟ هنا في x cubed تحت في x cubed. طب خلاص اي واحد فيهم يبقى خلاص اقوله هنا divide by x cubed لانها اكبر باور، يبقى limit x approaches to infinity x squared over x cubed minus x cubed over x cubed 3 over x cubed plus
4x squared، يعني كل اللي انا بعمله ان انا بقسم كل الحدود على الهايست بيز. طب انتوا عارفين ليه؟ علشان هلاقي ان دايما اللي فوق لو زي اللي تحت، يعني لو دي هايست بيز اللي هي اكس تكعيب وتحت اكس تكعيب، دايما بيروح مع بعض ويفضل لي رقم، لانها ماينس واحد في المساله اللي فاتت كان بلس 3 تقريبا وهكذا. ولما يبقى درجه اللي فوق اقل من درجه اللي تحت، يعني دي اكس سكويرد ودي اكس كيوبد، لما هنختصرهم مع بعض دلوقتي هيفضل رقم على اكس، اللي هو رقم على ما انها هي بصفر. يعني الغرض من التقسيم ده ان انا بصفر اغلبيه القيم ما عدا قيمه او اتنين، هم دول اللي بيطلعوا لي الناتج. طب يلا نشوف الكلام ده صح ولا غلط. ليميت لما اكس ابروتشز تو انفينيتي، اكس سكويرد وتحت اكس كيوب صار اكس واحد على اكس، ناينس اكس كيوب مع اكس كيوب ناقص واحد، هنا 3 اوفر اكس كيوب زي ما هي، بلس 4 اوفر اكس بلس 2، يعني اكس كيوب مع اكس كيوب. طيب نعوض بقى، نشيل كل اكس ونحط مكانها انفينيتي، واحد ناقص انفينيتي على واحد، وهنا 3 اوفر انفينيتي كيوب بلس 4 اوفر انفينيتي بلس 2. ها اي حاجه على انفينيتي بزيرو بزيرو بزيرو، صار في النهايه ناقص واحد على 2. طب اقول لكم حاجه حلوه بقى، تعرفوا ان احنا اصلا كنا ممكن ما نعملش كل الخطوات دي؟ الله، طب ليه؟ طب وليه اصلا بنعملها على الرغم ان احنا ممكن ما نعملهاش؟ هقول لك ليه. لان احنا ممكن نستنتج من كل اللي فات حاجه، ان لو لما كان الاس هنا اكبر اس هو اكس كيوبد، وتحت هو برضو اكس كيوبد، عارف الناتج طلع مين؟ طلع المعامل اللي قدام اكس كيوبد على المعامل اللي قدام اكس كيوب، المعامل اللي في البسط على المعامل في المقام، اللي هو ناقص واحد هنا وزائد اتنين هنا، فيطلع سالب واحد على الاتنين، هو ده اللي طلع في الاخر. طيب نعمل كونكلوجن عام بقى، بيقول ايه؟ لاي ليميت لما اكس ابروتشز تو بلس اور ماينس انفينيتي، لو بتقترب لموجب انفينيتي او لسالب انفينيتي، راشونال فانكشن اللي هي اف اوف اكس على جي اوف اكس، لو النهايه دي بتساوي ال، في ثلاث حالات لل دي بقى. طيب اول حاجه لو ديجري اوف اف اوف اكس، ديجري البسط اعلى من ديجري جي اوف اكس، يعني سي ان فوق في اكس باور 4 وتحت اكس كيوبد مثلا، فوق اكس اس 4 وتحت اكس اس 3، هتلاقي ان اللي بيطلع هو موجب او سالب انفينيتي، الرقم ده بيطلع موجب او سالب انفينيتي. ليه بقى؟ بديهيا كده لما فوق اكس باور 4 مثلا على اكس باور 3، هتلاقينا بنختصر هيصير اكس اوفر 1 اللي هي انفينيتي على واحد اللي هي انفينيتي. يبقى دايما لما يبقى درجه اللي فوق اقل من اكبر من درجه اللي تحت، يصير الناتج انفينيتي او ماينس انفينيتي. والعكس صحيح، لو درجه اللي فوق اقل من اللي تحت، يعني سي ان هي كانت اكس كيوبد اوفر اكس باور 4، برضه لما نختصر هيطلع واحد على اكس، لو واحد على انفينيتي اللي هو زيرو. يبقى دايما لو درجه البسط اقل من درجه البسط اقل من درجه المقام، يصير الناتج صفر. اه طب انت كده فهمتني، لو اللي فوق اكبر ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، لو اللي تحت اكبر بصفر. طب لو الاثنين قد بعض، طيب لو الاثنين قد بعض يعني ان اكبر اس هو اكس اس ان في البسط والمقام، ده قدامه معامل وليكن ايه، وده قدامه معامل وليكن بي، الناتج في النهايه هيطلع ايه اوفر بي، هي نفس المساله دي، درجه البسط اكس كيوب درجه المقام اكس كيوب، معامل اللي فوق هو سالب واحد ومعامل اللي تحت هو اتنين، وفي النهاية فعلا الناتج طلع سالب واحد على اتنين. دي ممكن نعممها في كل المسائل بتاعتنا. طيب نشوف مسألة، هنا عندي x باور 3 اوفر 2، x اس 3 على الاتنين، وهنا عندي x اس 3 على الاتنين، يلا من غير ما احل الناتج هيطلع ايه؟ الناتج هيطلع معامل اللي قدام x اللي فيه اكبر باور اللي هي سالب واحد على معامل x في اكبر باور اللي هي 2. طب تعالى نحلها بالطريقه العاديه، يلا نعوض الاول، تطلع ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، اصلا من غير ما اكمل على ايا كان، وليكن ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ناقص 5، يبقى كل ده هيطلع ان دي فاين، كميه غير معرفه طبعا. طيب تعالى نمشي زي ما كنا ماشيين، اكس ابروتشز تو انفينيتي هقسم على مين؟ دي فاي باي، يلا فين اكبر اس؟ هنا في اكس اس 1 وهنا اكس اس 3 على 2، طب مين الاكبر الواحد ولا ال 3 على 2؟ بديل ال 3 على 2، 3 على 2 اكبر من 1، يبقى اكس اس 3 على 2، 3 على 2 اللي هي 1.5 يعني. يلا نقسم من اكس اس 3 على 2،
انا اكس اس 3 على 2 على اكس اس 3 على 2. يلا بنكمل بقى يروحون، وهنا 2 اكس اس 3 على 2 على اكس اس 3 على 2، بس 3 اكس اكس 3 اوفر 2 ماينس 5 اكس 3 اوفر 2. يلا نختصر، هنا دول يروحوا، يبقى في النهاية طلع لي ليميت لما اكس ابروتشز تو انفينيتي، هنا هيطلع لي 1 على اكس اس نص ماينس 1، وهنا 2 على 1 لان دول راحوا مع بعض خلاص، بلس 3 اوفر اكس اس نص ماينس 5 اكس 3 اوفر 2. يلا نعوض، من غير ما نعوض دي اي حاجة على صفر على ما لا نهاية تطلع صفر، ولا اي حاجة على ما لا نهاية تطلع صفر، ولا اي حاجة على ما لا نهاية تطلع صفر، يطلع في النهاية سالب 1 على 2. وبالفعل هو اللي احنا قلناه، ان بما ان درجة البسط تساوي درجة المقام، اذا الناتج هو معامل اكس اللي ليها اكبر باور على في البسط على معامل اكس اللي بتاع اكبر باور في المقام. طيب نشوف مسألة زي دي. هنا 2x squared plus 1 squared وهكذا. طيب انا لسه هفضل افك القوس، تعالوا نفك القوس، تعالوا الاول نعوض، هيديني 2 في infinity squared plus 1 all squared على infinity minus 1 squared times infinity squared plus infinity، وكل ده في النهاية هيديني infinity over infinity اللي هي undefined. طيب limit اما x approaches to infinity، يلا نفك القوس، الاول تربيع 4x power 4 والاخير تربيع بواحد، وفي النص الاول في الثاني في 2، 1 في 2 x تربيع، 2 x تربيع في 2 4 x سكوير، وتحت في x سكوير برضه هفك القوس، يلا نفك القوس، اديني x سكوير plus 1 minus 2x كل ده times x سكوير plus x. هنفضل نكمل بقى ونفضل نفك القوس ده ونكمل هكذا، ولكن هقول لك حاجة، درجة البسط كام؟ x باور 4 صح كده؟ طيب ودرجة المقام كام؟ معرفش، ولكن هقول لك حاجة، هو أنا لما أجي أضرب القوسين دول في بعض أخلي البسط زي ما هو كده، لما أجي أضرب دول في بعض أول قيمة هتطلع لي x سكوير تايمز x سكوير هيطلع لي x باور 4 بلس، او وهكمل بقى ضرب كل دول وهيتفكوا. طيب هنا اعلى اس هنا كام؟ اكس باور 4، واعلى اس هنا كام؟ اكس باور 4 برضه. يبقى في النهايه الناتج هو معامل اكس اللي ليها اكبر باور اللي هي الاربعه من فوق، ومعامل اكس اللي ليها اكبر باور من تحت اللي هو واحد، هيطلع في النهايه اربعه. فهمنا عملنا ده ازاي؟ قلنا بدل ما لسه هنفك الديمينيتور المقام يعني denominator، لو جينا فكناه هيطلع ايه؟ هيطلع x سكوير تايمز x سكوير مديني x باور 4، وهلسه لو حابب اكمل هكمل، بس هزود على نفسي خطوات، x سكوير تايمز x مديني x كيوب ماينس 2x وهكذا، ولكن ولا واحده منهم هتطلع لي هايست باور، الوحيد اللي هتطلع لي هايست باور دي x سكوير تايمز x سكوير، هتطلع لي x باور 4 المعامل بتاعها واحد، والمعامل بتاع x باور 4 كام؟ فوق 4، 4 على 1 هو 4 وهو الناتج النهائي. وهنا بس دي طريقة عشان تسرع الحل بتاعك، انت لو كنت كملت هتحل صح، واللي مش هيكمل برضو حل صح، الفكرة كلها تتوقف على ان واحد عرف يستخدم القوانين اللي خدها ويستخدم ذكائه شوية بحيث ان هو ما يحاولش يزيد عن نفسه الخطوات ويكمل، ولو سبت مسألة نفس الحل اللي انا حله ده طبعا تاخد الفول مارك مفيش اي مشكلة. طيب عندنا مثال كمان وهو x باور 4 ماينس 3 وهكذا، يلا نعوض، هيطلع لي فوق انفينيتي اوفر انفينيتي اللي هي undefined خلاص عرفنا. طيب وهنا ليميت لما x approaches to infinity اقدر اقسم على كام؟ على x اس 4. طيب على x اس 4 لانها اكبر باور، ماينس 3x squared على x باور 4 بلس x اوفر x باور 4 x كيوب x باور 4 x x باور 4 2 x باور 4. يلا نختصر، دول يروحون يصير واحد، في النهاية طلع ليميت لما x approaches to infinity فوق واحد ناقص دي 3 x squared
تحت اكس باور 4 اكس سكوير بلس 1 على اكس كيوب واحد على اكس ناقص واحد على اكس كيوب بلس 2 اكس باور 4. اختصرت كل اكس من فوق تطير واحد من الاس اللي تحت، هنا اكس اس 1 على اكس اس 4 صار 1 على اكس 3، وهنا اكس 3 على اكس اس 4 1 على اكس اكس اسها 1، وهنا 3 او هنا 4 صارت اكس اس 3 وهكذا. طيب اي حاجه مقسومه على اكس اللي هي مقسومه على ما لا نهايه تصير 0، تصير 0 0 و 0 0 صار في النهايه 1 على 0. 1 على 0 بكام؟ اي قيمه على 0 بما لا نهايه. هتقول لي طب يا باش مهندس انا ليه مشيت كل الخطوات دي؟ مش انت كنت قايل لي من البدايه ان لو لقيت درجه البسط اكبر من درجه المقاومه الناتج يطلع ما لا نهايه؟ ايوه، يبقى انا ممكن ما كنتش امشي كل الخطوات دي واقول له اصلا في من بدايه المساله بما ان درجه البسط ديجري اوف الاف اوف اكس اللي هو البسط اكبر من ديجري المقام يبقى الناتج هيطلع